هنبدأ حلقتنا بقوة كالعادة، ومعانا النهاردة ثعلب أفريقيا المدرب ميتشو، مدرب منتخب ليبيا الحالي والزمالك السابق، للحديث عن مباريات كأس الأمم. أهلا كابتن، في البداية ما تقييمك لظاهرة تفوق المنتخبات الأقل تصنيفا على المنتخبات الكبرى؟ هذه البطولة أظهرت تكافؤا كبيرا بين الفرق من التصنيف الأقل والتصنيف الأعلى. السنغال ومالي وساحل العاج، حدثت مفاجآت كثيرة ناميبيا أيضا تغلبت على تونس اليوم. هذا صحيح. والرأس الأخضر تغلبت على غانا أيضا. أمل أن هذا لن يحدث فقط في الجولة الأولى، ولكن تستمر البطولة بنفس القوة والتكافؤ. كشخص عملت لي 22 عاما في الكرة الأفريقية وعشرة دول وستة أندية كبرى وأربعة منتخبات، أعلم كثيرا عن الكرة الأفريقية. والكرة القدم في هذه البطولة أظهرت أن الفجوة تقلصت بين الفرق الأقوى والفرق الأصغر، ومن سيحدد النتيجة هو أدائك في أرض الملعب فقط. نعم كابتن ميتشو، أنت كنت مدرب منتخب من الصغار، هل برأيك تغيرت الخريطة في أفريقيا بشكل عام؟ لم تتغير. أعتقد أن كل الفرق ستؤدي أداء أفضل حيث نمضي قدما في البطولة. ليس مهم كيف تبدأ البطولة، ولكن الأمر المهم هو كيف تنهي البطولة. كمدرب دربت عديد هؤلاء اللاعبين، مصطفى وعاشور وزيزو في المنتخب المصري. أعتقد أنهم، وأؤمن في هذا الفريق وأؤمن بهؤلاء اللاعبين، وأنا على اتصال أيضا بأيمن عبد العزيز مساعد المدير الفني، وأعتقد أنهم مع الطاقم الفني بأكمله بقيادة محمد صلاح في الجولة القادمة سيظهرون أداء أقوى، وسأذهب لأرض الملعب لمشاهدة المباراة الأخيرة أمام رأس الأخضر، وأأمل أن يتأهلوا للدوري القادم. نعم، يعني هل برأيك بالنسبة للجزائر وأنغولا، يعني هل استحقت الجزائر التعادل ضد أنغولا بعد الشوط الأول؟ أظن أنه جيد، يعني إن كنت محقة. من وجهة نظر شخصية أعتقد أن الجزائر تعاني أنهم أنهوا التصفيات الأفريقية بمستوى سيء في مباراة تعادل سلبي أمام تنزانيا على أرضهم، والآن هذا أثر عليهم في هذه البطولة. ركلة الجزاء كانت مستحقة، ربما كانوا الفريق الأفضل في المباراة، ولكن كرة القدم لا تحصل على ما تستحقه، تحصل على ما تناله. سنرى ما سيحدث في المباراة القادمة،
المباريات أظهرت أن هناك فرصة لكل الفرق. أنغولا انتهزت فرصتها إحراز ركلة الجزاء والتعادل. نعم، بالنسبة للمغرب يعني غدا هناك مباراة للمغرب وتنزانيا، برأيك ما هو مصير المغرب؟ هل المصير سيكون مثل باقي العرب بالتعثر في البدايات وأمام منتخب متوسط مثل تنزانيا؟ أعتقد أن المدير الفني يعلم جيدا المنافسة في البطولة الأفريقية صعبة للغاية ومتقاربة. في تصفيات كأس العالم في نوفمبر تغلبوا على تنزانيا بهدفين مقابل لا شيء، ولكن مباراة يوم الغد قد تكون مختلفة. تنزانيا ستحاول بذل قصارى جهدها، وعند النظر إلى كل المعطيات أعتقد أن النتائج السلبية من المنتخبات العربية تعادل الجزائر ومصر وأيضا خسارة تونس، أعتقد أن المغرب ستكون على دراية بصعوبة المنافسة وهذه النتائج غير الإيجابية، وسيحاولوا إظهار أنهم أحد المفضلين للفوز بالبطولة. نعم كابتن ميتشو، يعني رؤيتك الفنية لصدام مصر وغانا اللي هيكون يوم الخميس، وهل الفائز برأيك سيتصدر المجموعة؟ على الورق، عندما ننظر إلى الورق بشكل نظري مباراة مصر وغانا أن غانا هي المرشحة، ولكن كرة القدم تظهر أن هناك فرصة لكل الفرق، كل شيء ممكن. الفريقان الآخران أظهرا أنهم لم يتواجدوا هنا فقط للمشاركة ولكن لمحاولة الفوز والتأهل. الآن مباراة مصر وغانا مباراة كلاسيكية في أفريقيا، ستكون مباراة مهمة للغاية عقب خسارة غانا في الدقيقة الأخيرة. غانا ستحاول الظهور بمستوى أفضل. ستكون مباراة مفتوحة، كل الاحتمالات مفتوحة. الفريقان سيحاولان الهجوم. ستكون مباراة هجومية مفتوحة للغاية حتى لا يدخل الفريقان في أي حسابات في الجولة الأخيرة. حتى يستطيعوا التأهل في المباراة الأخيرة للدور التالي. هناك كثير على المحك في هذه المباراة، هو كلاسيكو وديربي للقارة الأفريقية غانا ضد مصر، وهي فرصة لمصر لتنتقم للخسارة التي حدثت منذ 10 سنوات في تصفيات كأس العالم. والمباراة ليست بعيدة عن كوماسي حيث حدثت تلك النتيجة في أبيجان. نعم لذا هنا تحديدا يعني أريد أن أعذرا للمقاطعة، نعم أريد أن أسألك تحديدا من خلال رؤيتك لمباراة مصر وموزمبيق، هل مستوى الفريق المصري ربما يتطور في الفترة القادمة والأداء يتصاعد؟ أنا أؤمن بهذا الفريق. هذا ما رأيته تكتيكيا. كان هناك سماح للأظهرة المصرية بالخروج من مراكزهم، ونيني كان يغطي خلف الأظهرة. نقطتي أن الهدفين التي
الأداء تلقتهما مصر. عندما تسجل في الدقيقة الأخيرة ولا تخسر المباراة، هذا قد يحدث فارقا نفسيا ودفعة نفسية، يجب أن يحاولوا تقليص الفجوة وتحسين العيوب في الفريق، محاولة الهجوم بشكل أكثر فاعلية وتنظيم. أعتقد أن هناك بعض الأنانية بين اللاعبين. مصر لديها أقوى هجوم في البطولة، تريزيجيه، محمد صلاح، زيزو، محمد مصطفى، مصطفى محمد أيضا. وأعتقد أنه يتوجب عليهم إحراز الأهداف. الشناوي أيضا يجب عليه تنظيم الدفاع، وعندما يحدث هذا سيتحقق التوازن وصناعة اللعب وهجوم الحاد. سيستطيع الوصول لأفضل توليفة للمضي قدما في هذه البطولة والفوز على غانا والتغلب أيضا على في المباراة الأخيرة والتأهل للدور الثاني. في الأدوار القادمة مصر تعلم ولديها الخبرة لتلعب تلك الأدوار، ليس هناك شيء مضمون والأمر ليس سهلا. يجب أن يقاتلوا بضراوة للحصول على نتائج. غانا الآن متحدة، واللاعبين يدعمون المدرب وسيحاولون إثبات أنفسهم. لن يكون الأمر سهلا، ستكون مباراة صعبة متقاربة، ولكن أعتقد بشكل شخصي أن مصر ستحصل على نتيجة إيجابية. نتمنى كابتن. ما هي خططك بالنسبة لمنتخب ليبيا في الفترة القادمة؟ بالنسبة لي أنا عقب 3 أشهر في عملي مع منتخب ليبيا، أول شيء فعلته أنني أضفت عديد من العناصر الشابة. معدل الأعمار 22 عاما، لعبنا 9 مباريات في آخر 3 أشهر، فزنا ب6 مباريات و3 تعادلات دون خسارة أي مباراة. إنها بداية رائعة، فليبيا تحب كرة القدم كأي دولة أخرى، يحبون كرة القدم، ونحاول بناء العقلية المناسبة والفريق الذي سينافس في تصفيات كأس العالم. لدينا 4 نقاط في التصفيات، ونستعد للتصفيات أمام موريشيس وأيضا تصفيات كأس أمم أفريقيا النسخة القادمة التي ستقام في المغرب. نود لليبيا أن تكون حاضرة في هذه البطولة، نود الانضمام إلى أخواتنا من أفريقيا في هذه البطولة. نحن نعمل بجد للاستعداد بهذا الفريق الشاب ودخول المنافسة والارتقاء بكرة القدم في ليبيا حتى يكونوا فخورين بفريقهم. أتمنى لك حظ سعيد مع فريقك. شكرا جزيلا لكابتن ميتسو مدرب منتخب ليبيا الحالي والزمالك. شكرا جزيلا.